أعلن سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن افتتاح المدخل الرئيسي لمشروع مدينة شرق الحد، والذي يربط مدخل المدينة بشارع الحوض الجاف بالشوارع والطرق الرئيسية للمدينة بطول 3 كيلومترات، الذي تم تنفيذه بتمويل من برنامج التنمية الخليجي. ويأتي افتتاح مدخل المدينة متزامنا مع تزايد عدد المواطنين القاطنين فيها، وتنفيذا لأوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين. وقال وزير الإسكان إن المدخل الرئيسي للمدينة يتماشى مع المواصفات الجديدة لشبكات الطرق التي أقرتها الحكومة في جميع مشاريع مدن البحرين الجديدة من حيث عدد المسارات وتحملها للكثافة المرورية، منوها إلى أن طول شبكة الطرق في المدينة يبلغ حوالي 12 كيلومترا، مثمنا جهود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتطوير تقاطع مدخل مدينة شرق الحد بما يسهل على المواطنين استخدام التقاطع بانسيابية. في الواقع هذا المشروع أو هذا التطوير يعتبر نموذج أو مثال للتنسيق المباشر والمستمر بين وزارة الإسكان ووزارة الأشغال بخصوص تطوير مداخل المدن الإسكانية وربطها بشبكة الطرق العامة. هذا الشيء اللي يمكن كلنا نلاحظه في أعمال التطوير اللي صارت على شارع الجنبية مع تقاطع البديع المؤدي إلى مدينة سلمان، وأيضا أعمال التطوير اللي قاعدة تصير حوالي مشروع الرملي في شارع الشيخ زايد وشارع سلماباد واللي ما زالت مستمرة. ونوعد الإخوان المواطنين أن هذا التطوير أو التنسيق راح يكون مستمر في باقي المدن مثل مدينة خليفة ومدينة شرق ستر إن شاء الله. بفضل من الله تم اليوم افتتاح مدخل مدينة شرق الحد، واللي يربط المدينة بشارع الحوض الجاف. طبعا افتتاح المدخل الرئيسي يعد أحد المراحل الأخيرة لاكتمال مراحل تنفيذ المشروع، ويخدم قاطني وزوار المدينة. المدخل الرئيسي يربط المدينة بشبكة طرق متكاملة رئيسية تربط كافة الأحياء مع بعضها البعض ويسهل حركة السير فيها. تم تنفيذ الطرق الرئيسية في مدينة شرق الحد مع مراعاة أعلى المعايير في البناء وفي تطبيق جودة الحياة، بحيث نرى تواجد مسارات مخصصة في أطراف الشارع أو الطريق لمسارات مخصصة للمشي ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية بطول ما يقارب 12 كيلومتر.